شراكتي مع الديار ابتدت من 2010. كان شريك استراتيجي لعملية تقنيات المعلومات، ساعدنا كثير للتطور في مثل تقنية المعلومات، وفي نفس الوقت كانوا عندهم في الخبرات اللي هي تساعد على أساس أن مثل نطور قطاع تقنية المعلومات عندنا بالبنك. احنا اول ما بدينا مثل كنا مثل بادين في خدمات معينه مثل مع شركه الديار، لغايه ما تطورت الى ان ناخذ معاهم خدمه 24/7. اول شيء بدينا احنا مثل مع النوك سيرفيس، والنوك سيرفيس يمتاز باشياء كثيره جيده اللي هي مثل على اساس انه في تراقب كل البنيه التحتيه اللي هي مثل قطاع تقنيه المعلومات اللي عندنا بالبنك. الحمد لله اجتزنا هذه المرحلة بنجاح، وكانت تقاريرهم في اليومية والأسبوعية والشهرية على أكثر مما كنا نتوقع ولله الحمد. وحاولنا مثلا نطور في أكثر من خدمة اللي هي في المرتبطة مع الديار. بدينا مثلا بخدمة السوك سيرفيس اللي هي حق القطاع السكيورتي. السوك هذا مثل للأمانة مثل عمل نقلة نوعية معانا كثير، يعني مثل كان في مثل فيزيبيليتي على السكيورتي والنتورك ديفايسز عندنا مثل 24/7 365 دايز. فالأمور كانت مثل بكثير أحسن ولا زالت، والحمد لله. وإحنا نحاول أن نطور القطاع هذا مثل بأكثر من خدمة نضيفها على أساس أن مثل في حالة أن مثل إذا دخلنا على مثل خدمات لزبائن البنك في القطاع المصرفي، يكون الديار وتكون مثل عندنا القطاع اللي هو تقنية المعلومات قادر أن مثل يتحدى كل المصاعب اللي تكون مثل مواجهة لنا. ولله الحمد كشريك استراتيجي الديار قدر أن مثل يكون ذراعنا اليمين، قول وفعل ان في الاساس ان في ما تعرضنا لاي مخاطر الاتاكس هذه، والحمد لله ان الامور مشت مثل بخير وسلام ولله الحمد. واحنا مع الديار والديار معانا الحمد لله، وان شاء الله تكون الامور على خير وقدم ساق.